النهارده الجدول الانجليزي، الجدول الموسم الجديد للدوري الانجليزي نزل. فعلا والله نزل الجدول الدوري الجديد لبطوله الدوري الانجليزي بالتحديد النهارده الصبح، والموسم كان لسه خلصان ما بقالوش شهر تقريبا، والموسم الجديد هيبتدي بالتحديد في شهر 8. الموسم الكروي بشكل عام هيبتدي امتى؟ هيبتدي يوم 4 اغسطس بأني مباراه؟ بمباراه كاس الدرع الخيريه اللي هتكون ما بين مانشستر سيتي كبطل لكل البطولات في انجلترا الموسم اللي فات، وليفربول وصيف في الدوري الانجليزي اللي هو المركز الثاني في بطوله الدوري الانجليزي بعد مانشستر سيتي. دي اول مباراه في الموسم. بعديها على طول يوم 9 اغسطس ويوم 10 ويوم 11 الجوله الاولى لكل الانديه في بطوله الدوري الانجليزي، ودي طبعا الجوله الاولى لبطوله الدوري الانجليزي. الناس طبعا ما بتهزرش هناك، دوري خلص خلاص، بيرتبوا للموسم الجديد وللدوري الجديد والجدول بمواعيده بايامه بكل حاجه خاصه بيه. الدوري ده هيبتدي امتى وينتهي امتى؟ قلنا لحضراتكم هيبتدي يوم 9 اول جوله، يوم 9 و10 و11 وهينتهي بالظبط بالظبط، حاطين ميعاد لانتهاء بطوله الدوري يوم 17 مايو، يوم 17/5 هينتهي الموسم الجديد من بطوله الدوري الانجليزي. ميعاد للبدايه وميعاد للنهايه محطوط من بدري جدا، ومسستمين نفسهم بطريقه ممتازه جدا جدا، لان هم دايما منظمين، والمنظم هو دايما اللي بينجح، مش اللي ماشيها كده بالبركه واحنا ونصيبنا ونشوف النادي ده عنده ماتش امتى والنادي ده عنده ماتش امتى. طب ايه ده؟ اصل احنا ما كناش نعرف ان النادي مثلا الاهلي كان عنده ماتش في البطوله الافريقيه، اصل الزمالك كان مش عارف عنده ايه فكان عايز ياجل. الكلام ده مش موجود عندهم خالص، ما يجيش مثلا يقول لك ايه اصل مانشستر سيتي عايز يريح شويه قبل المباراه الثانيه بتاعت الاياب في دوري دور الثمانيه مثلا من الشامبيونز ليج، اصل مثلا توتنهام مش عارف عندهم ظروف ايه فمعلش هنأجل شويه ونأجل الماتش مرتين، والكلام اللي احنا ممكن نكون بنشوفه دلوقتي في الدوري المصري يعني. واحنا على فكره الدوري المصري لسه ما خلصش يعني، الدوري المصري لسه هيخلص المفروض يعني على بعد بطوله الامم الافريقيه يوم 30/7. دي الصوره طبعا والخاصه بماتشات مانشستر سيتي في بطوله الدوري الانجليزي، وكمان هيكون بعديها ادي ماتشات ليفربول في بطوله الدوري الانجليزي بالكامل ال 38 اسبوع عليهم كلهم متحدد، شهر كذا وشهر كذا، اغسطس ونوفمبر ويناير وفبراير وكله كله. فالناس دي في الحقيقه ما بتهزرش. خليني بقى اقول لكم ايه الجدول عندهم بيحطوه ازاي اصلا، ازاي بيفكروا يحطوا جدول للمباريات في بطوله الدوري الانجليزي عشان نتعلم. ما فيهاش حاجه، مفيش اي مشكله، مش عيب خالص انك تتعلم، لازم ان انت تحاول تطور من نفسك ولازم تتعلم في اي مهنه بشكل عام. فالاتحاد المصري لكره القدم ولجنه المسابقات بالتحديد يعني اتعلموا، حاولوا ان انتوا تشوفوا الطريقه بتبقى ازاي بره، مش الدوري الانجليزي بس، كل الدوريات، بس الابرز طبعا الدوري الانجليزي لان هو اقوى دوري في العالم واكتر دوري منظم على مستوى العالم.